bust it. Na 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 na. Tell me something, boy. شفت الإحساس؟ شفت الإحساس اللي أنا ممكن ولا حتى ليدي ياغا ممكن تعطيكم إياه. صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. مثل ما سامعين صوتي أكيد لاحظتوا مريضة، وراح صوتي هي أول مرة بحياتي بيصير معي إنه صوتي بيروح. اليوم يوم كتير مميز بالنسبة لي، يعني هي أول مرة بصحى من النوم وبحط كاميرا قدامي لحتى أصور لكم، من كتر ما إنه اليوم كتير مميز. إذا ما بتعرفوا، أنا حاليا موجودة بدبي. جيت لدبي لسبب كتير 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 متحمسة إني شارك معكم هالسبب. وقبل كل شيء عبالي بس اتشكركم لكم انتو، لانه بدونكم انا اكيد انا ما حكون هون اليوم وما حقدر اعمل الاشياء اللي عم تسهلي اعملها اليوم. فبس بدي اقول انه انا بحبكم كتير وبشكر اي حدا كبير او صغير عم يحضرني. anyways اليوم لاول مرة بحياتي حاعمل مشروع مع شركة شو ما حتعرفوا اليوم، لانه ما فيني خبركم. يا ريت لو فيني خبركم بس ما عم يخلوني. ما حقدر لكم شو اسم الشركه، بس حقدر اخذكم على التصوير. يعني خبرتهم انه انا بدي صور، التصوير حيكون كتير فن، كتير شغلات مسليه، وهنيك ممكن تعرفوا كذا لغز يوصلكم للشي اللي انا عم اعمله مع الشركه، لانه شيء ما انا عمل من اي يوتيوبر من قبل. قبل ما بلش بالفيديو بليز بدي اقول حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه وخلونا نطلع لانه نحن على طول متاخرين. معنا هون الميك اب ارتست منال الحاج عم تعمل ميك اب فظيعة، يعني مرضي راح بهالميك اب. شو الصورة اللي ببالك اليوم عن الميك اب اللي حنعمله؟ رح نعمل very soft ميك اب دراي سكين مات، بما انه هي ما بتعرف تعمل وينج اي لاينر. اليوم احنا عن جد هي عم تقول ما بيزبطوا، بس بيزبطوا اكيد بيزبطوا. يو ويل سي ان شاء الله. لحد هلا ايضا اليوم بيني وبينك حتى الاي لاينر. منال عندها قناه على اليوتيوب، خبريهم الحقيقه شو انه هلا فتحت وهلا عملت اول فيديو لكم زيرو سبسكرايبرز. جديد فاتحه قناتك على اليوتيوب، ياي مبروك المليون مشتري. ايوه منال جديد فاتحه قناتها على اليوتيوب، بدي منكم تروحوا تشوفوا فيديوهاتها للسبعه اللي عبالهم يستفادوا. واو جايز خلصنا شعراتي، يعني ما فيني اقول قد ايه طالعين حلوين. اللبس اللي حلبسه هو توب ابيض، هذا البنطلون الجينز، والشوز هاي لالي، وكمان شكيتي. اللوك طالع بجنن، كثير حبيت الشعرات الميك اب. اليوم صار فيني اسمي حالي نارنس بيوتي. حبايبي حاعطيكم لعبه وانتم حتحاولوا تحزروها، اوكي؟ بدي منكم تحزروا شو هي الشركة اللي أنا عم اشتغل معها اليوم. فيني أعطيكم مساعدة اليوم. الشركة هي شركة أمريكية بنيويورك، وما بدي إياكم تخبروا حدا، بس أنا حقلكم إنه أول حرف من الشركة ببلش بحرف الام. ما تخبروا حدا، بيني وبينكم ما في حدا حوالي، لحالي يب لحالي سر بيني وبينكم. حقكم أنا اللي جواتكم، بدي إياكم هيك تطلعوا وتحاولوا تفكروا. كتبوا لي تحت بالكومنتات شو برايكم البراند اللي انا عم اشتغل معه. كثير عبالي اقرا الكومنتات، ويا حاليا كثير شوب ولازم نروح وناخذ اول صور لليوم. خلصنا الصور، لحد الان صوتي رايح والجو سوا. يا الله الشباب بدبي كثير بشكل مو طبيعي. سو حاليا بدنا نروح على اللوكيشن الثاني لحتى نصور الفيديو اللي له علاقه بال
المفاجأة اللي عم احكيكم عنها، وهي انتو لازم تحزوا انا شو عم اعمل لحتى تعرفوا شو عم يصير معي. ليكم من اجاعة التصوير مو مو اجاعة التصوير جاب لي شاورما. ما في صوت مو، انا لا احكي، انا ما بعرف عربي. اوكي ليكم من في معنا هون، معنا رند وجود صح؟ جودي تبعي هون. كيف التصوير؟ طبعا الصبايا كلياتهم عندهم شواكيد جينز، بس كل بنت إلى ديزاين معين. سو كل صبية لينا على شكيتها في ديزاين. واو شيء له علاقة بالموسيقى. انتو على لبسك شيء صح؟ انا له علاقة فيميلز فيميلز هاشتاج كاميرا يوتيوب. والله شيء سو نايس، يا الطبيعة احلى بألف مرة. لحد الآن رايح، صوتي صار أسوأ من قبل. anyways وصلت حاليا على الأوتيل، حأطلع برا البيت، قصدي برا الأوتيل لأنا ما عندي بيت هون. أكلت شوي، أكلت برجر، أكلت باستا، أكلت أكل هندي شوي أكلت. so اللي حعمله حاليا حأطلع برا الأوتيل، حنقابل عالم ما لنا مصورين معهم فيديوهات من قبل، وهن كمان مشاهير بنفس الوقت. تكملوا الفيديو لحتى تعرفوا شو حنعمل، ويا خلونا نروح. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Narin. Happy birthday to you. Can we do it? No, we do it. شوف الهير. شوف الهير. شوف means look, hair is hair. Look hair. Look hair. شوف شعرها. شوف هير. لا شوف شعرها. مش شعرها بس هير. شعرها. أنا ما عندي صوت. وين صوتي؟ أتمنى لا. ماما عم يتمسخروا على بنتك. هل عندك بوكيمون داخل؟ والله ما بعرف. احس انه في بوكيمون هني. مش علقان. في شيء لازم اقوله. بيكاتشو. لا ان شاء الله بتكفي، ان شاء الله، ان شاء الله بتكفي. ان شاء الله. هاي بمناسبة حبايبي حاليا وصلت على المول، معي هون شلة، رفقاتي اللي بجننوا لك. ما حد يتمسخر عليك. انت عم تتمسخر عليك. ما حد يتمسخر عليك. معنا هون موزة. معنا هون بروكولي. معنا هون انت شكلك جعانه. جيمي نيوترون. ومعنا هون الحقيرين هاد اللون او رفعتي الحبار. انا الوحيد اللي ما قلت حاجه على صوتك. انا ما قلت ولا شيء. كلكم عم تتمسخروا علي. تتمسخروا علي؟ بس ليكوا بحبهم عن جد، عملوا لي مفاجاه عيد ميلاد بتجنن. فاجئوني بعيد ميلادي يعني بجنن. لا ثانك يو. هاي كلها من ثانك يو. ما في صوت ما عم يسمعوا. قول لهم شكرا. شكرا. هاي كلهم من الان سموزا.